مشاهدينا، وللحديث عن استمرار التظاهرات في إيران والموقف الأمريكي منها، معنا من لندن المتخصص بالشأن الإيراني السيد محمد المدحجي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، وحيي السادة المشاهدين الأفاضل. حياكم الله. التظاهرات في إيران دخلت أسبوعها الثاني وامتدت في مدن إيرانية عديدة، ما الذي تختلف هذه التظاهرات عن سابقتها؟ يعني الاختلاف الواضح حتى اللحظة هو أن النظام الإيراني هذه المرة لم يتمكن من السيطرة على هذه المظاهرات، وحتى بقطع الإنترنت. يعني عادة المتظاهرون يستخدمون الإنترنت لقيادة المتظاهرين ولقيادة عملية المظاهرات على سطح البلاد. الآن الإنترنت مقطوعة في إيران بشكل شبه كامل، أو بالأحرى شبكات التواصل الاجتماعي مقطوعة بشكل شبه كامل، والتواصل عبر الإنترنت في إيران لا يمكن. لكنه لا يزال إيران تعاني من السيطرة على هذه المظاهرات، وخاصة أنها اعتقلت أكثر من 5000 شخص، منهم من يقود هذه المظاهرات، ولا يزال نرى أن المظاهرات مستمرة. والنقطة الأخرى المتعلقة بالاختلاف أن هذه الاحتجاجات شملت شريحة واسعة من الشعب الإيراني من مختلف أطيافه، ولم نشهد هذه يعني الشمولية خلال الاحتجاجات السابقة. ما الذي تخشاه السلطات الإيرانية حتى تعمد إلى كل هذا العنف ضد التظاهرات، التي ربما يعني هل ترى أنها ممكن أن تؤدي إلى إسقاط النظام هناك؟ يعني الحديث عن إسقاط النظام لا يزال مبكرا، لكنه النقطة الأخرى في هذه الاحتجاجات، طبعا أنا لم أرى أنها تحدثت وسائل الإعلام عنها بشكل مباشر، لكن الحديث كان عن صحة خامنئي وأنه يعاني صحيا. هذه المظاهرات ما أفضى عليها الصراع بين الأجنحة في إيران حول خلافة خامنئي. خامنئي وجزء من الحرس الثوري يريد تنصيب نجل خامنئي الثاني مجتبى ليخلف والده، لكن هناك أجنحة تعارض هذه المحاولة، محاولة رئيس الحكومة وخامنئي نفسه. هناك يعني توافق بينهما على أن يدعما مجتبى ليصبح يعني خليفة لوالده، لكن أجنحة أخرى تريد أن يكون حسن روحاني المرشد القادم. ولهذا السبب هذه الأجنحة في مستويات معينة يعني تؤجج وتساعد على هذه الاحتجاجات. لهذا السبب نرى أنه رغم قطع الإنترنت لا يزال هذه الاحتجاجات مؤثرة مستمرة، بمعنى أن هناك جهات مثل الإصلاحيين، بعض المحافظين، وحتى وزارة المخابرات على صراع قديم مع جهاز استخبارات الحرس الثوري، وهذا الصراع يتجدد الآن حول خلافة المرشد الأعلى الإيراني. ونرى أن صفوف النظام متصدعة في كيفية التعامل مع هذه الاحتجاجات، وهذا هو أحد أسباب تأجيل القمع العنيف الذي شاهدناه خلال الاحتجاجات السابقة. وإيران قتلت خلال بضعة أيام أكثر من 3000 أو 4000 شخص وأنهت الاحتجاجات. لا يزال لم نرى هذا القمع العنيف الدموي، وسببه هو الانشقاقات وصراع الأجنحة الممتد داخل الأجهزة الأمنية، حيث القرار لم يحسم. لا يزال هناك حديث عن قبضة حديدية وقمع، لكنه على الأرض لا يزال لم نرى هذه القبضة الحديدية. طبعا لا أتحدث أنه لا يوجد عنف، طبعا هناك عنف. الأخبار أنه يعني ربما هناك مقتل 41 شخص كما هو معلن، ولكن هذه الأرقام هل ستشجع على المزيد من التظاهرات؟ الأرقام القليلة يعني بالمقارنة مع الآلاف التي ذكرتها. نعم، حتى اللحظة أنا أقول لك حسب تجربتنا، حسب رصدي يعني أنا للاحتجاجات السابقة، احتجاجات 2009، احتجاجات قبل عامين، واحتجاجات أخرى، احتجاجات الأحواز، يعني عدد القتلى حتى اللحظة أنا أقول لا شيء. يعني مقارنة مع الاحتجاجات السابقة، رسميا إيران اعترفت بما يقارب 1000، والمعارضة تقول أكثر من 5000 قتيل سقطوا خلال الاحتجاجات السابقة، لكن آخر يعني الأخيرة. لكن الآن نرى أن الأرقام متدنية جدا، والنظام لا يزال لم يقفز إلى مستوى دموي والقمع الدموي في هذه الاحتجاجات. وأنا أرى أن سبب هذا يعني التأخير هو الصراع المستمر داخل أجنحة
بين أجنحة النظام وداخل المؤسسات الأمنية التي تتصارع ليس من أجل دعم المواطن، الموضوع ليس المواطن ولا الاحتجاجات ولا حقوق المرأة في إيران، الموضوع له علاقة بالصراع على خلافة خامنئي، وهذا الصراع ليس جديد بين حسن روحاني الرئيس الإيراني السابق ومجتبى خامنئي نجل خامنئي الثاني الذي يريد ويخطط لخلافة والده. خارج الحلقة، خارج إيران، هناك الموقف الأمريكي، كيف ترى الموقف الأمريكي المتذبذب الذي ربما لم يرقى إلى مستوى التدخل؟ يعني موقف الأمريكي، نحن لا يمكننا أن نتحدث عن موقف أمريكي واحد، أنا أتحدث هنا عن موقف إدارة بايدن، إحدى مؤسسات الدولة الأمريكية أي الحكومة. موقف إدارة بايدن هو داعم لإيران، هذا لا غبار عليه، وخاصة فريق أوباما الذي يسيطر على وزارة الخارجية الأمريكية، وكذلك مستشار بايدن للأمن القومي جيك ساليفان، وهو يعرف باسم معمار الاتفاق النووي، وهو الذي تفاوض مع علي أكبر، ولاية أكثر من عامين في سلطنة عمان، وهو كبير مستشاري خامنئي. وجيك ساليفان هو المقرب لعصابة هيلاري كلينتون وبيل كلينتون والديمقراطيين بشكل عام داخل الولايات المتحدة، وكذلك هو عضو في منظمة آيباك الصهيونية. فأنا لا أتوقع حقيقة أنه من إدارة بايدن أن تتخذ خطوة، يعني الإدانات طبعا هذه شيء شكلي ولازم أن تتم هذه الإدانات، لكن أنه يتم اتخاذ شيء فعلي يؤثر على الموقف الإيراني ويدعم هذه الاحتجاجات، هذا مفروغ منه، لن يحصل. طيب يعني سؤال أخير، يعني الجنرال عزيز الله ملكي قائد شرطة محافظة جيلان يقول أن المظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد ربما تصل الأوضاع في إيران إلى حافة الانهيار، هل هناك ربما تصل إلى نقطة عدم الرجوع إلى الوراء؟ يعني التصريح هذا الرجل، هذا القائد، له علاقة كما أشرت وأسلفت بصراع الأجنحة والصراع داخل أروقة الأجهزة الأمنية، خاصة بين وزارة المخابرات الإيرانية ما توصف بالاطلاعات بإيران، وكذلك جهاز استخبارات الحرس الثوري. وإن لاحظنا خامنئي قبل بضعة أشهر قال رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري حسين طائب بشكل مذل ومسيء وأساءه، لأنه يخالف توجهات مكتب المرشد الأعلى ومجتبى خامنئي. وأيضا هنا يجب أن نضيف بأن جهاز استخبارات الحرس الثوري أيضا منقسم، مؤيدي حسين طائب رئيس الجهاز السابق، وهناك رئيس جديد لهذا الجهاز، الآن صراع بينها داخل جهاز استخبارات الحرس الثوري أيضا صراع. وهذا القائد في محافظة جيلان شمالي إيران يشير إلى هذه الصراعات بشكل مباشر، لكنه دون تسمية أنه هناك صراع داخل الأجهزة الأمنية، وهذا معروف، يعني لمن يتابع الشأن الإيراني يعرف أنه منذ أكثر من 3 عقود هناك صراع بين وزارة المخابرات الإيرانية وجهاز استخبارات الحرس الثوري، وكل مرة يتجدد هذا الصراع بأشكال مختلفة. الآن نراه في تعلل وتأخر النظام الإيراني باستخدام القمع الدموي لإنهاء هذه الاحتجاجات، وإن استخدم أنا طبعا لا أتوقع أن هذه الاحتجاجات ستؤدي إلى إسقاط النظام، وقد النظام ينجح في قمع هذه الاحتجاجات، لكنه من المؤكد بسبب الصراع بين الأجنحة خاصة على خلافة خامنئي سنشهد المزيد من الاحتجاجات خلال الأشهر القليلة القادمة في إيران، ستتفجر يعني موضوع ما يتفجر. إن لاحظنا يعني سخافة المشهد، يعني الآن إيران تدفع ثمن أمني كبير، كلفة أمنية كبيرة وكلفة اجتماعية وسياسية كبيرة، وحتى النظام يدفع هذه الكلفة الباهظة من أجل والله أنه جزء من شعر امرأة كان خارج من غطاء الرأس أو ما يسمى بالحجاب. يعني هذا الموضوع سخيف جدا، يعني لا يوجد دولة في العالم تدفع هذا الثمن الباهظ. ولكن هناك يعني هناك غضب شعبي من السياسات التي تنتهجها إيران. من لندن المختص بالشأن الإيراني محمد المحجي، شكرا جزيلا لحضورك معنا.